في ناس كتيرة ما تعرفش ايه هي تجميد السائل المنوي وبتسمع عنه لأول مرة. عشان كده هنتكلم عن سؤال مهم جالنا جدا النهاردة، ايه هي الحالات اللي انا محتاج فيها اجمد حيوانات منوية؟ تجميد الحيوانات المنوية احيانا بيكون خطوة مهمة جدا 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 في حياة رجالة كتير قوي. لا قدر الله واحد اتعرض لموقف ان هو هياخد علاج كيماوي او علاج اشعاعي لاي سبب من الاسباب، ساعتها تجميد حيوانات منوية قبل البدء في العلاج خطوة مهمة جدا، لان العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي بيؤثروا سلبا على الخصية وممكن ينزلوا انتاجيتها لغاية صفر، واحيانا الوضع ده بيبقى وضع دائم. فمهم جدا ان احنا نجمد حيوانات منوية ونجمد اكتر من عينة كمان عشان نستخدمها في المستقبل في الحقن المجهري. تاني حاجة، العدد الناس اللي بتعمل تحليل سائل منوي وتلاقي العدد قليل جدا، اللي هو العدد اقل من مليون. اقل من مليون احنا قريبين جدا من الصفر، وارد جدا المريض بتاعنا ينزل للصفر في اي وقت. عشان كده لما بيكون عندي حيوانات منوية في الفترة دي اقدر اجمدها واحتفظ بيها، عشان في المستقبل لو المريض نزل التحليل بتاعه للصفر ساعتها اقدر استخدم الحيوانات المنوية المجمدة دي في الحقن المجهري. في حالات تانية اللي هي تدهور المستمر للسائل المنوي او التدهور السريع في السائل المنوي. احيانا بنشوف مرضى السائل المنوي العدد فيه بيبقى كويس جدا ويبتدي التدهور يزيد بسرعة جدا وبيقربني جدا من الصفر، ساعتها هنا مهم جدا ان انا اجمد حيوانات منوية. اخر حاله احنا بنجمد فيها حيوانات منويه هي الازواج اللي هم مقبلين على الحقن المجهري. مع بدايه برنامج الحقن المجهري بننصحهم دايما ان هم يجمدوا حيوانات منويه احتياطيا. احيانا يوم العمليه بتاعه الحقن المجهري الزوج من التوتر والقلق بيبقى مش قادر يجيب عينه سائل منوي لاي سبب من الاسباب، ساعتها نقدر نستخدم المجمد ده في الحقن المجهري بكل سهوله بكل امان.